أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقة النهاردة حلقة مميزة وحلقة مختلفة، هنتكلم فيها عن السياحة ودورها وتأثيرها في المجتمع وتأثرها بفيروس كورونا. هنتكلم في كل ما يخص السياحة مع ضيوفي الكرام اللي مشرفيني النهاردة، وأنا سعيد بوجودهم معايا. الأستاذ عمرو عبد العزيز، رجل أعمال وخبير سياحي، أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتني ونورتني. والأستاذ عبد المنعم سمير، رئيس رابطة اتحاد نقابات مصر والخبير السياحي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أحمد، شرفتني. وطبعا النهارده مشرفاني الزميله الاستاذه الاعلاميه رشا اليمني، وطبعا بوجودها اكيد الحلقه هتكون مميزه وهتكون ممتعه بوجودها وبوجود الضيوف الكرام. استاذ رشا، اهلا وسهلا بيكي، وانا سعيد بوجود حضرتك معايا. وانا سعيده جدا ان انا بشاركك في تقديم الحلقه النهارده، وان شاء الله هتبقى حلقه مميزه جدا مع عمالقه السياحه الخبير السياحي الاستاذ عبد المنعم سمير والخبير السياحي ورجل الاعمال مستر عمرو عبد العزيز. اهلا بيكم، شرفتونا، اهلا بيك. ان شاء الله هتكون مميزه جدا بوجودكم جميعا، وحضراتكم مشرفيني ومنوريني. وهبدا من عند استاذ عمرو. استاذ عمرو، عايز بقى نتكلم في الاول عن السياحه، عايزك تكلمنا عن السياحه ودورها في المجتمع، يعني قول لنا ايه دورها بعيدا عن الناحيه الاقتصاديه، هل لها دور تاني ولا لا؟ كلمنا بقى كده عن السياحه بشكل عام. هو حضرتك السياحه لها تاثيرات كبيره جدا، وبيعتمد على قطاع بيعتمد عليه الاقتصاد المصري، بالاضافه لكده في تاثيرات اجتماعيه عاليه جدا. ليه؟ بيحصل عمليه تبادل حضارات وثقافات بالوفود اللي بتيجي من بره، من اوروبا، من روسيا، حضارات مختلفه من الشرق ومن الغرب. الكلام ده كله بيعمل عمليه تبادل بين الحضارات ونقل للثقافه المصريه كمان، وبينقل الانطباعات المغلوطه في الصحافه العالميه عن بعض الاشياء في مصر. لما السائح بيجي هنا بياخد انطباع وبيرتاح وبيعرف ان مصر امان، ومصر دي بسم الله ما شاء الله من احسن الوجهات السياحيه في العالم، فبيحصل له عمليه طمانينه وبيعمل عمليه دعايه للسياحه المصريه لما بيرجع بلده. تمام، يعني حضرتك عايز توضح ان مش شرط تكون الناحيه الاقتصاديه فقط، عايز توضح ان في تبادل ثقافات، وان مثلا تغيير الرؤيه ممكن يكون بسبب السياحه، يعني ممكن يبقى هو واخد نظره معينه من خبر معين من صحيفه معينه، فالرؤيه بتتغير بسبب الزياره. اكيد الرؤيه بتوضح كمان بحضرتك، بدل ما بتصرف على اعلانات الساحل لما بيرجع من مصر رغباته مشبعه، اتمتع في الفتره اللي موجوده في مصر وشاف حاجات جديده، بيرجع ينقل الكلام ده لبلده. تمام، بعض السياح اللي بيجوا الاجانب في مصر بيبص لمصر، بيشوف البنيه التحتيه والتحديثات اللي بتحصل، الطرق والطفره العمرانيه اللي حاصله دلوقتي، فبيعمل اكتشاف لعمليات فرص استثماريه، فانا بكسب مستثمر جديد عن طريق سياحه برضه. تمام، يعني السياحه من خلالها بعمل اعلانات. تمام. مجانيه. بالظبط. تمام. طيب مستر عبد المنعم، احنا كنا عايزين ناخد حضرتك لسؤال. طبعا احنا عارفين ان السياحة تمرض ولا تموت، فكنت عايز اسأل حضرتك تأثير جائحة كورونا على السياحة في مصر. اولا انا بحب اشكر ادارة القناة وحضراتكم على الدعوة الكريمة، وبجد انا اتشرفت بوجودي مع حضراتكم. الشرف لينا يا فندم. بنتكلم، انا عايز اتكلم بالبلدي كده، بقول كده الجائحه بتاعت كورونا كده، بقول يهدك يا كورونا اللي مبهدله العالم كله. فاحنا هنتكلم دلوقتي على تاثير كورونا على السياحه في مصر. حصل ايه؟ احنا هنتكلم بالارقام. انا هتكلم، هعمل مقارنه ما بين عام 2019 وعام 2020. عام 2019 احنا جالنا 13 مليون سائح من خارج مصر. 13 مليون دخلوا البلد 13 مليار دولار. عملوا انتعاشة كبيرة للاقتصاد وللدخل القومي والخزينة بتاعت البلد. كورونا بدأت عندنا في مارس 2020. نقول بالأرقام برضو 2020 مع كورونا حصل ايه؟ اجمالي السياح اللي جم البلد 3.5 مليون سائح. 3.5 مليون سائح دخلوا البلد 4 مليار دولار. طب هل معنى كده ان كان في تاثير قبل الجائحه على السياحه؟ احنا انا قبل ما نشوف التاثير قبل الجائحه، احنا بنتكلم دلوقتي على الفرق ما بين 2019 و2020. البلد خسرت 70% من الدخل. لما اتكلم على 2019 دخل لي 13 مليار دولار، 2020 دخل لي
4 مليار دولار. ده في فرق شاسع، في فرق شاسع. 9 مليار دولار راحوا على خزينة البلد، واحنا عارفين ان السياحة مصدر اساسي. يعني ال 13 دخل منهم 9 في خزينة البلد، ده في 2019 تمام. اما 2020 حضرتك عايز توضح ان اللي دخلوا 4 مليار فقط من 3.5 مليون سائح. فهنا البلد فيه 70% خسارة ما بين 2019 و2020. تمام. فجائحة، انا عارف ان الجائحة دي عالمية وبتأثر على العالم كله، بس احنا كنا بنأمل لما حصل 2019 وجالنا 13 مليون سائح، قلنا احنا داخلين في 2020 كلنا امل. تمام. طيب ايه رأي حضرتك ناخد فاصل؟ اتفضل يا فندم. وبعدين نستكمل الحديث. اتفضل يا فندم، اتفضل. اعزائي المشاهدين فاصل، ثم بعد ذلك نستكمل الحديث مع الضيوف الكرام. أعزائي المشاهدين، وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع الضيوف الكرام المشرفين الأستاذ عبد المنعم سمير والأستاذ عمرو عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم مرة تانية، ونستكمل الحديث بقى. طبعا حضرتك كنت بتتكلم عن خزينة الدولة، تمام، واللي دخل فيها في 2019 13 مليار وفي 2020 4 مليار. تمام. بعد كده بيجي نبص إيه التأثير اللي حصل للفنادق والمنتجعات السياحية. احنا بنتكلم ان مصر فيها 1200 منتجع سياحي. حجم العمالة اللي بتشتغل في المنتجعات السياحية والفنادق او في السياحة بوجه عام، عندنا 4.5 مليون عامل عمالة مباشرة. لو جينا نحسب عمالة غير مباشرة بيوصلوا ل 20 مليون شخص بيشتغل في مجال السياحة، سواء مباشر أو غير مباشر. كل الناس دي من بداية أزمة كورونا في 2021 2020 2023 2020، كل الناس دي تأثرت، لأن معظم المنتجعات السياحية الحكومة أخذت قرار قفلت المنتجعات السياحية شهرين، وبعد كده عودة في مارس 2020، وبعد كده عودة الافتتاح تدريجي ب 25% و50%. بس مش كل المنتجعات السياحية والفنادق فتحت، لأن مفيش إقبال، مفيش غرف فندقية محجوزة، هيفتح تكلفة عنده أوفر قوي. ففي منتجعات كتير جدا فضلت قافلة، وطبعا أثر ده على العمالة، مفيش مصدر دخل في بعض الفنادق. عبد المنعم، يعني اتفضل. عايز أسأل حضرتك، الفترة اللي توقفت فيها الفنادق، عايزين نتكلم عن جودة العاملين في السياحة. هل الفترة اللي وقفنا فيها العاملين حاولوا يطوروا من نفسهم، حاولنا ندربهم على حاجات جديدة، حاولنا نعمل صيانة للفنادق في الفترة اللي اتقفلت فيها؟ والله حضرتك احنا مصر عندها أكفأ عمالة موجودة في مجال السياحة. الفترة دي فترة توقف في منتجعات كتير قفلت، وفي منتجعات فتحت. بالفعل المنتجعات اللي فضلت فاتحة بدأوا يطوروا من نفسهم ويعملوا عملية صيانة للمنتجعات السياحية والغرف الفندقية، وده حاجة كويسة وحاجة إيجابية، وده بنلبسه في الفترة دي لما السياحة بدأت تشتغل عندنا في الأيام الايام دي. يعني انا عندي النهارده الايام اللي احنا فيها دي اشتغلت عن اللي فاتت. تمام. اشتغلت. انا النهارده بتكلم ان عندي الغردقه مفوله 6 و7 و8 مصريين في ظل ازمه كورونا. فدي حاجات ايجابيه، معنى ذلك كل الفنادق اللي كانت قافله فتحت والعماله رجعت، وده مصدر. بنتكلم على 20 مليون اسر مواطن مصري بيشتغل في السياحه، والسياحه مصدر الرزق قوي جدا. طبعا. تمام. طيب استاذ عمرو، بما ان احنا بنتكلم عن على السياحه وان يعني لها يعني تاثير عظيم في الاقتصاد، عايزك تكلمني عن السياحه الداخليه والخارجيه. بمعنى السياحه الداخليه والخارجيه، الفرق ما بينهم من الناحيه الاقتصاديه يعني، وهل السياحه
دلوقتي الداخلية ممكن تكون بديل ولا لا؟ أو بقت بديل بالفعل؟ هو حضرتك السياحة الداخلية لا يمكن تكون بديل للسياحة الخارجية. ليه؟ لو جينا نبص للسياحة الداخلية هنلاقي إنها بتشتغل في المواسم والمناسبات. في الصيف وبيهتموا في حاجة واحدة، التنزه والشواطئ، السياحة الشاطئية. يعني يروح شرم الشيخ، يروح الغردقة، يروح دهب، يروح الجونة، يروح سهل الحشيش، خدت بال حضرتك. اما السياحة الخارجية دي مصدر كبير للعملة الصعبة. انا ما اقدرش استغنى عنه النهاردة. لان بيدخل لي في السنة، لما انا كنت وصلت للمستهدف بيوصل لي 14 مليار و13 مليار دولار. ده بيرفع من الاحتياط النقدي للدولة، بيرفع من التصنيف الائتماني وثقة الاقتصادية في البلد. تاني حاجة، انت بالنسبة للي بيصرفه السائح الداخلي عبارة عن انتقال من القيمة النقدية من شخص داخل البلد لشخص اخر داخل البلد. فما فيش إضافة للاقتصاد المصري. يعني كلام حضرتك عايز توضح إن لا بديل للسياحة الخارجية. طبعاً. لأن أنت حضرتك النهاردة عندك استثمارات هائلة في الفنادق والمنتجعات. عند حضرتك النهاردة إحنا عندنا تلت آثار العالم. طب الكلام ده كله هنشغله إزاي؟ لازم السياحة الخارجية هي اللي مهتمة بالحاجات دي، لأن السائح الخارجي بيجي عنده هوايات ورغبات مختلفة. في اللي بيجي للتنزه، في بيجي للسياحة العلاجية، في اللي بيجي للتاريخ والتطلع على الحضارة المصرية ويشوف الآثار اللي بقى لها أكتر من 7000 سنة. كلام حضرتك سليم جدا ومحترم. زي ما حضرتك بتقول إن السياحة الداخلية لها مواسم بالفعل وكلنا عارفين ده، ولكن السياحة الخارجية شغالة على مدار العام، على مدار الموسم، السنة بالكامل تقدر تجي فيها ناس. لأن ممكن يروح أسوان، ممكن يروح الأقصر في الشتاء، في الصيف بيروح الشواطئ في شرم الشيخ، بيروح في دهب، في جونة، في السخنة، الساحل الشمالي، خدت بال حضرتك. أما أنا النهاردة المصطف بتاعي أو السائح المصري عبارة عن مواسم وفي الآيات. أستاذ عمرو، كنت عايزة أسأل حضرتك، هل السياحة الداخلية في الوقت الحالي بديلة للسياحة الخارجية؟ والسياحة الداخلية حمت المنتجعات والفنادق من الإقفال بعد مارس 2020، خدت بال حضرتك. فعمل الدخل استطاع به المستثمرين حتى كمينيمم انكم انه يقدر يشغل ويقدر ما يستغناش عن العماله بتاعته بالكامل. فحصل ان النهارده ما عملتش اقفال. ليه؟ لان السائح الداخلي هو اللي حماني في فتره كورونا، في الفترة يعني الفترة. حافظت شويه على الايه، على الوضع، على الاستمراريه، عشان حضرتك ما تقفلش بالكامل. شبكة الطرق الجديدة ساعدت جدا وأثرت جدا على السياحة. بالطبع المسافات قصرت. بعد النهاردة المشوار اللي كان بياخد 5 ساعات أو 6 ساعات بثلاث ساعات بالظبط. يعني كنت الأول بحتاج إن أنا أركب، نص الناس بتركب طيران عشان تروح شرم الشيخ، النهاردة بقدر أروح في 5 ساعات مع الأنفاق الجديدة والطرق الجديدة. تمام. طيب هنتقل بقى من كلام حضرتك كده للاستاذ عبد المنعم. استاذ عبد المنعم، يعني ايه اقتراحات حضرتك للتنشيط؟ يعني شايف ان احنا ممكن ننشط السياحه ازاي؟ والله بص، بدايه مستر احمد، احنا البلد في 2021 اخذت اجراءات غايه في الروعه. لو جينا ندور من السنه دي، من اول السنه، اول 4 شهور، احنا دخل مصر حوالي 1,800,000 سائح 2021، 1,800,000 سائح في أول 4 شهور. طيب احنا عايزين نسأل، في ظل الكورونا الناس دي جت ازاي؟ لو جينا تبص على الإجراءات اللي وزارة السياحة عاملاها ومعالي الوزير خالد العناني والرحلات المكوكية اللي بيقوم بيها، هنلاقي ده في توضيح ان مصر بلد الأمن والأمان، مصر بلد آمنة، إن مصر كل المنتجات اللي فيها السياحية بتتخذ أقصى درجات الأمان. كان ليه دور أساسي، وحضرتك لو جينا نبص هنلاقي مصر في خلال الأزمة دي في سنة 2021 نظمت 4 بطولات دولية. تمام. بطولة العالم لكرة اليد، بطولة العالم للسلاح، بطولة العالم للرماية، البطولة الدولية اللي اتعملت في شرم الشيخ في شهر 4، بطولة العالم للصحافة والإعلام، وحضرها منتخبات دول أوروبا. وكان أول مرة إن في شراكة ما بين القطاع الخاص السياحي والحكومة، لأن البطولة دي نظمتها شركتين من القطاع الخاص. وأنا بحب من موقعي ده أشكر
مستر هيثم دياب ومستر خالد ضباي. الناس دي نظموا بطولة في غاية الروعة، وأنا شخصيا حضرت البطولة دي. قدرت، وكانت الدول الأوروبية كان في بث مباشر من مدينة شرم الشيخ للأحداث البطولة كاملة. كل دي رسائل للعالم بتقول إيه؟ أنت في ظل الناس كلها قافلة على نفسها وأنت بتنظم بطولات عالمية، بتقول للعالم الرسائل إن مصر بلد الأمن والأمان، مصر بلد آمنة تماما. تمام. طبعا البطولة دي يعني كانت ثقة لكافة الدول الأوروبية إن هم مصر آمنة، ومصر بتطبق الإجراءات الاحترازية. و طيب أنا كنت عايزة أسأل مستر عمرو عن مستقبل السياحة في الفترة الجاية. اولا احنا بننتظر الجائحه، يعني الاثار الجانبيه بتاعتها اللي لسه هتمتد لفترات طويله، لان الفاكسين وانت حضرتك عارفه ان لازم يطلع في علاج لكورونا، بيتوقع ان هو في 2023. فاحنا بنحاول، الدوله مشكوره وقايمه بجهود جباره، بدليل ان بنشكر معالي وزيره الصحه على انها اصرت وحطت من الاولويات تطعيم الاطقم العامله في الغردقه وشرم الشيخ. ده بيدي انطباع ان الدوله حريصه بتوفير المجال الامن للسائح انه يجي مصر ما يصابش بالفيروس، بتامن كل حاجه، الاجراءات الاحترازيه. حتى السنه اللي فاتت لما جم قال اشترط التشغيل الفنادق انه يحصل على شهاده بانه واخد الاجراءات الاحترازيه مظبوطه. اللي قدر ياخدها 800 فندق. طب لو احنا اشترطنا على السياح اللي هيجوا لنا من بره ان هم لازم يبقوا واخدين اللقاح، ده هيأثر علينا؟ طيب هو حضرتك انا اشترط عليه، ما انا برضه بالعكس انا عندي شباب بيسافر بره. ما انت هم في حاليا الدول الاوروبيه بتفكر تعمل حاجه اسمها جواز السفر السياحي. تمام. التنقل بين الدول هيكون بجواز صحي. هو ولو اخذوا اللقاح، لو اشترطنا برضه ان احنا لازم ياخدوا اللقاح، هو بالفعل الكلام ده مطبق في دول عربية تانية، ان عشان تسافر الدولة العربية التانية وفي دول أوروبية لازم يبقى واخد اللقاح. فطبعا هو احنا عايزين برضو، يعني لو حد حابب انه يجي مصر تمام وخايف، طبعا حضرتك والاستاذ عبد المنعم اتكلمنا في ان طبعا الدوله طبعا لها دور عظيم جدا في الاجراءات الاحترازيه، وكلنا شايفين ده. تمام. مجهود جبار جدا. فهل في حاجه خاصه بالسياحه ولا لا؟ يعني تطمن اللي هو حابب يجي تقول له ايه؟ هو الدليل ان حضرتك ان انت عندك من شهر يناير 2021 لشهر ابريل 2021 موجود عند حضرتك 1,800,000 سائح. دولت اكيد 1,000,000% نقلوا الصوره صح لما رجع بلده. 1,800,000 في 4 شهور، معنى كده ان حضرتك ممكن بنهايه السيزون في شهر 12 توصل 6 مليون سائح. تمام. وده بيدي نوع من الطمانينه للناس، وخصوصا ان ما فيش سائح اصلا جه مصر ورجع بلده وحصل اصابه. طيب استاذ عبد المنعم، انا عايز اسال حضرتك عن دور رابطه اتحاد نقابات مصر في دعم وتنشيط السياحه. والله حضرتك رابطه اتحاد نقابات مصر، انا عايز اتكلم في البدايه حضرتك على الفكره دي. هو طبعا يعني حاول تتكلم وكل حاجه بس ايه سريعا لان الوقت انتهى. يعني سريعا. انا طب عشان الوقت، انا بشكر كل رجال اتحاد نقابات مصر. الناس دي ناس بجد بيحبوا البلد دي، بتظهر معادن الرجال وقت الازمات. احنا لما حصلت الحمد لله، احنا الوقت الرابطه بتضم حوالي 500 نقابه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. الناس دي لما حصلت ازمه كورونا ما سابوش البلد. قلنا يا رجاله احنا لازم نقف جنب البلد. الفنادق مش احنا كان بيصعب علينا حال الفنادق اما نروح اتفرج عليها وهي قافله. احنا لازم نشغل الفنادق. حضرتك في سنه 2020 احنا طلعنا اكتر من 4,000 رحله لمدن مصر السياحيه، شرم الشيخ والغردقه وطابا ودهب. احنا النقابات كنا دايما بنشتغل في الصيف بس وفي موسم نص السنه. احنا في الازمه دي شغالين طول السنه، مطلع رحلات وباسعار مخفضه. بنشكر شركات السياحه بتساهم معانا وبتدينا اسعار مخفضه، والفنادق بتدينا اسعار مخفضه
ده شجعنا ان احنا نشتغل طول السنه، عندنا رحلات مستمره طول السنه. تمام. يعني الرابطه حضرتك عايز توضح ان هي طبعا ساهمت كتير جدا في تنشيط السياحه الداخليه بحيث انها تكون شغاله طول السنه ما يكونش فيه توقف. تمام تمام. يعني بنشكرهم جدا جدا جدا، وانا موجود هنا بسبب الناس الشرفاء دول. تمام. بجد. كنا عايزين نسال حضراتكم عن احلامكم على المستوى المهني والشخصي. هنبتدي بقى باستاذ عمرو. على المستوى المهني انا اتمنى، لان تحقيق مصر هيعود علينا كلنا. انا اتمنى ان مصر الارقام السياحه حتى قبل ازمه كورونا لا تليق بمصر، اللي احنا عندنا تلت اسعار العالم، عندنا شواطئ ممتده في، وعندنا جو طول السنه بديع مش موجود في اي مكان، لازم نستغله ونحقق ارقام. طب بخصوص الجو وبخصوص ان احنا عندنا اماكن كتير مهمه طبعا، فبرضه سريعا كده عايز حضرتك توضح لو حد حابب ان يعني يزور مصر، لو انت هتنصحه بشيء تنصحه بايه؟ اي مكان تنصحه انه يزوره او الاماكن اللي تنصحه. هو احنا لازم نوصف السائح اللي جاي دوت، هل اهتمامه انه جاي يتفسح؟ هل ان هو يروح سياحه شاطئيه؟ هيروح شرم الشيخ؟ هيروح الغردقه؟ هيروح دهب؟ خدت بال حضرتك؟ لو هو انه جاي يطلع على الحضاره المصريه هيروح اسوان والاقصر والاهرامات والمتاحف المصريه. لو في بيدور على الدفن في الرمال والمياه الكبريتيه هيروح سيوه وهيروح الواحات. تمام. استاذ عبد المنعم عايزين نعرف احلام حضرتك الفتره الجايه. والله احلامي بسيطه جدا. على المستوى المهني والشخصي. والله احلام بسيطه جدا واتمنى انها تتحقق. على المستوى المهني انا نفسي مصر تبقى زي فرنسا، مش احسن منا، فرنسا يجي لها 90 مليون سائح. انا عايز اوصل للرقم ده وان شاء الله هنوصل له. على المستوى الشخصي مش طالب غير الستر والصحه ان شاء الله. ربنا يا رب يحقق احلامكم واحلام الناس جميعا. وحضراتكم طبعا شرفتونا ونورتونا، والوقت للاسف من جمال الحلقه انتهى بسرعه. وطبعا انا سعدت جدا بوجود حضرتك معايا النهارده يا استاذه رشا. انا اسعد وبصراحة يعني الحلقة ممتعة مميزة بوجود حضرتك وبوجود يعني ضيوف الجمال المميزين اللي هم معايا، وللأسف الوقت انتهى مجبرين نختم الحلقة. جميل جدا. شكرا. أكيد طبعا أكيد طبعا. أعزائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج حلم حياة، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة.